السؤال التالي: في مسجد من المساجد حفاظ جدد، مهم هذا الكلام، احنا داخلين على شهر رمضان، خلينا نركز في السؤال ده عشان نستفيد منه في مسجدنا هذا. في مسجد ما حفاظ جدد يشاركون في إمامة صلاة التراويح، يرتكبون بعض الأخطاء أثناء التلاوة دون أن يتم تصويبهم من الحفاظ الآخرين، عندما حاول آخرون تصحيحهم أصدر الإمام الذي يغادر الصلاة بعد 8 ركعات بيانا يطلب فيه أن يكون الفتح على الإمام وتصحيحه من قبل الحفاظ المعينين فقط، مما أدى إلى ما يلي: أخطاء من ضمنها إسقاط آية كاملة، وأخطاء في اللفظ كلها مرت بدون تصحيح، ماشي؟ والأخطاء التي لم يتم تداركها مباشرة في ليلة معينة يتم تصحيحها في الليلة التالية، بحيث يقرأ الحافظ الآية التي ارتكب فيها الخطأ ثم يقفز إلى ترتيب القراءة في تلك الليلة. كثير من الحفاظ المتقنين غادروا ذلك المسجد إلى سواه لتجنب سماع الغلط مع عدم القدرة على تصويبه. إدارة المسجد تتمنى عليكم إصدار ضوابط للتصويب في ضوء ما سبق. نفهم القواعد الفقهية الضابطة لهذا أولا، ونتفهم في يعني تراتيب الإدارية لضبط الخطأ. الأصل في الفتح على الإمام أنه مشروع. أقول تاني، الأصل في الفتح على الإمام أنه مشروع، فيشرع للمأموم إذا وقف الإمام في القراءة أو أخطأ فيها أن يفتح عليه وأن يصلح له. الدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم. فقال: فما منعك، ما منعك أن تفتح علي، ما منعك أن تصوبني؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ يقول: يروي عن علي بن أبي طالب: إذا استطعمك الإمام فأطعمه. إذا استطعمك الإمام، مش استطعمك أكل، استطعمك يعني تفتح عليه في آية يعني. إذا استطعمك الإمام فأطعمه. ولأن الفتح على الإمام معونة له على إتمام صلاته وإصابة القراءة، فكان ذلك بمنزلة الإنصات عند إصابة القراءة. لكن هذا الفتح متى يكون واجبا ومتى يكون مندوبا؟ يكون واجبا إذا كان على نحو يخل بالمعنى، ويتأكد ذلك في سورة الفاتحة، لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا لم يخل اللحن بالمعنى فهو حسن ومندوب إليه، لكن لا يرقى إلى مستوى الوجوب. ومن أهل العلم من قال: لا يفتح عليه إذا خرج من سورة إلى سورة أو من آية إلى آية ما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب، أو يغير تغييرا يقتضي كفرا فإنه ينبه على الصواب. في فقه المالكية في كتاب المنتقى للباجي يقول: والفتح على الإمام إنما يكون إذا ارتج عليه وإذا غير قراءته، فأما من الارتاج عليه فهو إذا وقف ينتظر التلقين، وأما إذا غير القراءة فلا يفتح إذا خرج من سورة إلى سورة أو من آية إلى أخرى ما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب، أو يغير تغييرا يقتضي كفرا فإنه ينبه على الصواب. كأن فقهاء المالكية يرون
التريث في هذه المسألة وعدم الاندفاع فيها إلا إذا حدث أمر جسيم يقتضي الفتح والتصحيح حتى لا نشوش على الإمام، لأن كثير من الأئمة إذا فتحت عليهم أثناء القراءة يتلخبط ويرتبك ويضطرب، فكأنه يقول اجعل هذا في حدوده الدنيا، عندما يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرا يقتضي كفرا فإنه ينبه إلى ذلك. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا أخطأ الإمام في القراءة على وجه يخل بالمعنى فالواجب أن يرد عليه سواء في الفاتحة أو غيرها، وإن كان لا يخل بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه وإن كان لا يجب. إذن صفوة القول أن الخطأ في سورة الفاتحة لا بد من إصلاحه لتوقف صحة الصلاة على إصلاحها، وإن كان الخطأ في غير الفاتحة فإن أخل بالمعنى وأفسد القراءة وجب الإصلاح، وإن لم يخل بالمعنى فيجوز للمأموم الإصلاح ولا يجب عليه، والفتح على الإمام إنما يكون بذكر الآية. بالمناسبة مما هو جدير من ذلك أنه لا ينبغي للإمام أن يستشعر غضاضة عند إصلاح الخطأ، ما تستشعرش حرج ولا حياء ولا كسوف، لقد وقع الخطأ حتى من الصحابة، بل وقع من النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأبي ما منعك أن تفتح علي؟ أصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك أن تفتح علي؟ النسيان وارد على بني آدم جميعا، فكانوا منهم ممن يتوقفون في القراءة ويطلبون الإصلاح. لكن أيضا لا ينبغي للمأمومين المسارعة في الفتح على الإمام أو تصحيح خطئه لما قد يؤدي لذلك من اضطرابه والتشويش عليه، وقد ينتبه فيستدرك خطأه بنفسه ويتابع القراءة الصحيحة. هذا من حيث القواعد الفقهية الضابطة لصحة القراءة والصلاة. أما ما وراء ذلك من التراتيب الإدارية فذلك الذي يأتمر المصلون فيه بينهم بمعروف، نعمل ثلاثة ورانا، نعمل أربعة، نحطهم في الصف الأول، في الثاني، في الثالث، في الرابع، دي تراتيب إدارية مش تراتيب فقهية، يعني نختار من هذه التراتيب ما هو أقوم وما هو أرجى لتحقيق الهدف الذي نرشده، وهو ضبط القراءة وعدم التشويش. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول التراتيب الإدارية يأتمر الناس فيها بينهم بمعروف، ومردها إلى إدارة المركز بالتنسيق مع إمام المسجد، والنزول على قرار الأغلبية هو المخرج من فتنتها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها ما لم تخالف حكما شرعيا ورد فيه نص صحيح أو انعقد عليه إجماع صريح، لأنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وعلى هذا فهذه التراتيب التي وضعها الإمام والمذكورة في السؤال تبدو لنا معقولة إذا اجتمعت عليها الكلمة ويوصى الحفاظ باليقظة، وأن يطعم الحفاظ المعينون للفتح على الإمام يوصون باليقظة وإطعام الإمام إذا استطعمهم، وأن يفتحوا عليه إذا أرتج عليه، ويمكن إعادة النظر في هؤلاء الحفظة واستبدال بعضهم عند الاقتضاء بمن هو أكثر يقظة وحفظا وإتقانا، ولا حرج، ما فيش إشكال أن يعيد القارئ الآية التي ارتكب فيها الخطأ ثم يستأنف القراءة من حيث توقف في تلك الليلة، لأن الترتيب في القراءة مندوب وليس بواجب، إلا إذا كان هذا يشق فهمه، يعسر استيعابه على بعض المأمومين
أو يثير فتنة بينهم فنتجاوزه ونضرب عنه الذكر صفحا، ليس لمنعه في ذاته وإنما لما قد يفضي إليه من شقاق. ودائما نؤكد الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، وما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا.